تشارين أقبلت ومعها أقبلت إنفلونزا الشتاء وفيروساته. عيادات أطباء الأطفال امتلأت. الإنفلونزا الموسمية هي الأخطر. ممكن ينتشر خلال هالفصل هذا عدة أنواع من الفيروسات يلي بتسبب عوارض الزكام والرشح، ولكن من أخطرها وأكثرها انتشاراً هو فيروس الإنفلونزا الموسمية، هاي اللي ممكن تتناقل بين الأشخاص وبين الأطفال خاصة، وتسبب مضاعفات خطيرة بالأعمار الصغيرة عند الأطفال والأشخاص الكبار بالسن. عوارض وانتشار هالفيروس هذا بيصير عن طريق السعال، عندما الشخص المصاب بيسعل الرزاز بيحتوي على هالفيروس هذا. مفروض كل الأطفال بين عمر 6 أشهر لا عمر 18 سنة ياخدوا هاللقاح، وأكيد الأشخاص الكبار في السن فوق 65 سنة إجباري ياخدوا هاللقاح. لكن درهم الوقاية يبقى دائما خيرا من قنطار علاج. الوقاية أكيد بالنظافة الشخصية للشخص، أكيد الإنسان المصاب يجب أن يلتزم المنزل حتى يصح من العوارض، وأكيد باللقاحات الموصى بها لكل حالة مرضية أو لكل فيروس. وفي الجو أيضاً فيروسات أخرى. في فيروسات تسبب الحمى القلوعية يلي بتجي بشكل حرارة مرتفعة، ألوع على مثل تقرحات على الفم واللسان والشفتين. هيك أمراض أو فيروسات كيف علاجها؟ علاجها أهم شيء بمخفض الحرارة، أعطاء السوائل للشخص المصاب والغذاء، لأن الأطفال أو حتى الكبار بأمرار ما بيعودوا بيقدروا يأكلوا من وراء الحمى. ممكن يحتاج يفوتوا على المستشفى لتعليق السوائل بواسطة العرق. وزارة الصحة توفر اللقاحات الأساسية، أما الباقي فعلى الأهل. في برنامج وطني للقاحات الأساسية بلبنان بتأمنه وزارة الصحة، وهالبرنامج بتموله بالكامل الوزارة، وبيتوزع لقاحات أساسية على كل المراكز الصحية والمستوصفات بلبنان. موضوع اللقاحات الاختيارية اللي هي أسعارها عالية، يعني $100 يمكن وفوق، إذا ما بدها تندعم بالكامل ليش ما بيندعم سعرها؟ يعني تصير مثلا نصف الحق، لأنه ضرورية من هون لتفوت على الرزنامة يمكن تاخد وقت. طبعا هون عم تحكي بشراكة يعني بين القطاع العام والقطاع الخاص، مثل ما يعني القطاع الخاص بده كمان يساعد يمكن أو بيقدر يكون عنده إنبوت بهيدا الموضوع ممكن، وطبعا الوزارة عم تدرس إمكانية هيدا الشيء. حملات التوعية قائمة من قبل القطاع المدني بالاشتراك مع الوزارة التي تنسق مع البلديات والمختارين، وعبر المدارس التي تتولى التواصل مع الأهالي. فاطمة قاسم، قناة الجديد.